مستر الشيخ جورج أكيد على الشيستاون صراحة جميل جداً كيف تشتغل دائماً صحيح بس كيف أنا دائماً أشياء أقول لكم عندنا اتصال عندنا اتصالات أكشلي وفي اتصال من الأسف لينيا عندها استفسار أكثر لينيا عليكم السلام طلعت في يعني ما تدل عن الهدف احنا بنشتري احنا العبوات من الجمعيه هل هذه العبوات لما نفتحها بعد ما ناخذ منها قطعه او قطعتين ونحتفظ فيها داخل الفريزر هل تكون لنا حق الاكل ولا تبيها يعني لما تاخذ لها مده قطعتين او قطعتين خلاص لازم نقطعها؟ اذا كنت انت تحتفظين فيها بالفريزر؟ على مدة التبخر بنخلي انه ثلاث اربع دقائق على كل وجه يعني قد ما
نقلل مدة الحرارة قد ما بيكون أفضل للعالم. أيضا عندنا اتصال من أخونا عبد العزيز. ألو أهلا وسهلا. عليكم السلام. يعطيك العافية أختي ورود. وأنا دائما أتابعكم بس أتابع الإعادة ما لحق على الله يخليك. يلا اليوم مضبوطين لحتى على النهاية. يعطيكم العافية. أنا سؤالي أنا من أول رمضان للحين أنا بالمستشفى. وأنا وزني 83 165 أنا أدرس دائرة الفطور يعني شوربة وسلطة هذا الفطور بس وزائد أمشي ساعتين في اليوم ما شاء الله وغير هذا أنا قاعد آخذ حبوب تخفيف يعني اللي تكون قبل الفطور وقبل السحور ما أنصحك فيني يا عبد العزيز المشي أنا بنزل وزني الحين كيلو من أول لما بعد شلون بنزل وزني؟ وأنا ودي الحين ينزل واحد بس أي كيلو واحد عارفين استثمار وأنا ودي أنزل أجبر عارفين نصيحة الدكتور الله يعطيكم العافية أوكي شكرا لك عبد العزيز حياك الله عبد العزيز يعني سمر وزنها 87 وطوله 165 انزين من بلش رمضان وفصولة دم عين طبعا ذاك اليوم دارينا أخصائي تغذية فصولة مع المهندس من بلش رمضان لو الحين من قبل يعني من بلش رمضان على الدايت شنو الدايت انه يفطر شوربة سلطة طبعا ما ذكر اي شيء من السحور ويمشي ساعتين وياخذ حبوب تخسيس احنا صارنا واحدة في اليوم حلو وما نزل الا كيلو بديل ما راح تنزل الا كيلو يا عبد العزيز انا ماني دكتورة ولا اخصائية بس من المعلومات اللي قلتوها شنو لازم تسوي؟